فيش قاعده يقول لك انت ازاي هتعملي قصه، بس انت في قدامك اوف يعني فكره بتقدري منها تتحركي تقولي انا هعمل القصه دي بالشكل الفلاني. لو ما قدرتش تكسب الجمهور من اول 10 دقايق في الفيلم مش هتكسبه بقيه الفيلم. دي قاعده لازم نكون احنا عارفينها. يعني ما ينفعش ان احنا نيجي في اول 10 دقايق في الفيلم نتكلم في كلام مش مهم، او نتكلم في كلام تافه، او نقول اصل احنا عندنا كلام مهم هنقوله بعد كده. انا عندي اول 10 دقايق في الفيلم كده اهوت انا بشوف مين هو البطل، اسمه ايه، حياته، مشاكله، ايه اللي بيعمله، مين الناس اللي هو عايش معاهم. بعد كده بيجي حاجه اسمها حبكه. الحبكه ديت ان في حاجه بسيطه جدا بتحصل في حياه البطل. حبكه يعني ايه؟ يعني حدث، يعني حاجه ليها علاقه انها هتاخد الموضوع في سكه تانية. ايه هو الحدث المحفز؟ الحدث المحفز هو الحاجه اللي هتحصل اللي هتقلب مجرى الفيلم تماما. الفيلم بتاع عماره يعقوبيان الحدث المحفز اللي هو حصل ان هو كل واحد كان ليه الحدث المحفز بتاعه حصل بعد 30 دقيقه من الفيلم. ايه الحدث المحفز بتاع هند صبري؟ ان الراجل بتاعها اتحرش بيها وهي عرفت انها مش هتعرف تعيش غير لما تشتغل شغلانه والناس يطلعوا عينها. ده الحدث المحفز. الحبكه الفرعيه هي ان انا هشوف حاجه ليها علاقه بالبطل بس مش بتفضل ظاهره معاه طول الفيلم. هي الحبكه الفرعيه بتتحط ليه؟ علشان انا هبقى شايف ان الحبكه المركزيه بدات ان انا عشان احكي فيها لمده ساعه ونص الناس هتزهق، فهو محطط حبكه فرعيه. الفرعيه بتحصل في الفيلم وبتخلص بسرعه. بتخلصيها زي ما انت عايزه. انت بتختاري على اساس الدراما اللي معاكي. احنا قبل ما هنيجي نكتب الفيلم هيبقى في عندنا حاجه اسمها تريتمنت. او معالجه. معالجه دراميه. المعالجه الدراميه دي قصه الفيلم كامله، مكتوبه بقى في 10 صفح، في 15 صفحه، في 20 صفحه، خلاص انت عرفتي بقى، انت قلتي ده انا عندي الفصل الاول ده اللي هيحصل فيه كذا وكذا 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 وكذا، بتقومي كاتبه الكلام ده. خلصت كل القصه، عملت كل حاجه انا عايز اقولها في المعالجه الدراميه بتاعتي، خلصت كل الكلام ده كله، ببتدي بعد كده اشوف ايه هي الشخصيات الاساسيه اللي عندي. فانت لما تقعد تذاكر كده مع نفسك تقول اه ده في حاجه اسمها صراع. طب انا هعمل ايه عشان اخلي البطل بتاعي يدخل في صراع؟ طبعا بقول مشهد الدين لما كان داخل الميكروباص نهار خارج زي ما هو. حلو. داخل الميكروباص ادهم الاجره كام يا اسطى؟ السواق 2 جنيه النفر. ادهم يا اسطى ده احنا عندنا فوره يعني قول جنيه تبقى مبلوع. السواق الاجره 2 جنيه عشان مش راكبين من الموه بتاع السيده عائشه. عشان كده في ناس اول الطريق بياخدوا جنيه على كل نفر. ادهم بقى طبعا كل ده على اكل اقلين احنا. معلش سامحني يا اسطى، احيانا الواحد بيدي السواق الاجره بتاعته الاجره زياده وهو مش مسامح بيها. انت عامل دايما الوصف بتاع الشخصيات، انت واصف كويس مش واصف مشاعر، بس يمكن خد بالك من حاجه ان انت عشان انت عملت مشهد حقيقي فانت عرفت تعمله كويس. حاول فانت حاول بعد كده تعمل مشهد تتخيله من خيالك بقى. ولما انت تبقى عايز توصف الاكشنات بتاعت الناس توصفها بافعال زي ما احنا اتكلمنا انا وهو كلنا. هنكتب المشهد نبقى عارفين سبب المشهد. انا ليه المشهد ده موجود في فيلمي؟ حاطط المشهد ده ليه؟ ايه المعلومه اللي انا بقولها من المشهد ده؟ في فرق بين ايه الحاجه اللي انا بقولها او المعلومه اللي انا بقولها في المشهد، وفي فرق بين المشهد المعلوماتي. قبل ما نكتب المشهد يا جماعه ما نكتبش المشهد نقول كاتبين مشهد واحد كذا كذا ليه الداخلي خش اكتب الكلام واكتب، لا ما نعملش الكلام ده. ونقول المكان ونقول الزمان ونقول ليل ولا نهار. نكتب احنا بقى لينا قبل ما ندخل في السيناريو نكتب درافت دوت او نسخه لينا احنا. اكتب انا اقول المشهد دوت بيحصل فيه كذا 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 وانا هدفي من المشهد دوت كذا. ليه؟ عشان لما اجي اكتب السيناريو بقى مره ثانيه بالحوار ابقى انا عارف السبب بتاع المشهد ده ايه. الحوار مش هيتكتب غير بالاسلوب ده. ان احنا نبقى قاعدين في مكتبنا ونجيب كرسيين ونحطهم قدام بعض. عندك شخصيتين هتقعد على الكرسي ده وتفكر الشخصيه دي بتفكر في ايه، وبعد كده تقعد على الكرسي الثاني تشوف الشخصيه الثانيه بتفكر في ايه. انا مش عايز ان احنا كل ما بنيجي بنشتغل نبقى هنقول اه هي دي بس وانا هفضل ماشي ورا ديت ومش هغير. لا، غير وطور من الفيلم بتاعك وقول دي طب انا لو دي ممكن اعملها كذا، لا طب انا ممكن اغيرها، طب انا دي ممكن اوديها مكان دي، طب انا هنا ممكن اعمل كذا، طب انا مش عارف ايه. طول الوقت يبقى في تساؤلات، وطول الوقت يبقى في تساؤلات دي عشان لما اجي انا كمان اسال نفسي مش عشان عايز اغير وخلاص. انا اقول هل ده بيخدم فكرتي